لا، الفكرة جت ان احنا قعدنا فكرنا ودرسنا ان الفترة اللي بيكون فيها المنتخب المصري في كأس الأمم الأفريقية بتبقى فترة طويلة، الأندية بتضطر انها تدي راحات طويلة للعيبة ودور على مباراة ودية، ففكرنا ان احنا ليه ما تكونش دي بطولة وبطولة رسمية وحاجة تحسب لنا ان احنا نعمل كأس الرابطة زي ما موجود في بعض الدوريات العالمية يعني، والحمد لله وفقنا في ده بمساندة أجهزة الدولة وقدرنا يعني اللي كنا بنتمناه لقيناه على ارض الواقع دلوقتي واتعملت القرعه، ونتمنى ان شاء الله البطوله تكون فيها اضافه وفايده للانديه بالكامل واللاعبين ان شاء الله. البطوله هي معموله القصد الغرض منها دلوقتي ان اللعيبه اللي ما بتلعبش اللي ما بتشاركش تشارك، واللعيبه اللي راجعه من اصابه تبدا تجهز نفسها، والمدير الفني انه يجهز ويجرب طرق مختلفه، فدي كلها فيها فوائد يعني عامه، وبعد كده ان شاء الله ممكن تدور البطولات اللي بعد كده ممكن تكون بمشاركه لعيبه دوليه. فيها مميزات فنية وتسويقية، تسويقية حيبان في المواسم اللي جاية، يمكن الموسم دوت أننا بقدر الإمكان نجيب تكاليف البطولة كلها، ودي تكاليف عالية جدا، الناس ما تحسبش بس الجوائز، بتحسب أجور الاستادات الحكام والفار بالإضافة للمبلغ اللي بياخده كل نادي، مبالغ كبيرة جدا. في دور قبل النهائي والنهائي إن شاء الله احتمال كبير يتعمل خارج مصر، احتمال كبير، فبالتالي كل دي مصاريف وتكاليف قدرنا نغطيها الموسم دوت، انما دي بنفتح ايفنت جديد بطوله جديده للكره المصريه عشان نحول الكره لصناعه تقدر الانديه والرابطه بعد كده تسوق البطوله ديت بشكل اكبر. الناحيه الفنيه استفدنا من 45 يوم 23 لعيب بيلعبوا مع المنتخب، بيت لعيبه الدوري كلها بتقعد تتفرج عليهم لمده 45 يوم. الانديه جابت لعيبه في يناير في انتقالات يناير عايزه تدخلها في وسط الفرقه، ميزه فنيه عاليه جدا. اللعيبه اللي بتلعب في الدوري بإحصائية كده 15 20 لاعب من كل قايمة في الأندية، عنده 10 من 15 لاعب ما بيلعبوش خالص، فبالتالي فرصة للأندية إنها تشوف اللعيبة كلها. صعب لأن عدد المباريات قليل جدا، 5 مباريات بتاخدي أفضل تاني، كمان هتلاقي منافسة ممكن على هدف في الآخر حد يوصل ومحدش يوصل، لأن عدد المباريات ما يعوضش بالتعويض، يعني ما يكفيش إنك أنت تعوضي نقط، فبالتالي أي حد، وده من مفاجآت وحلاوة البطولة زي كاس مصر، يعني هو قريب بين الكاس والدوري شويه، ان كاس مصر ممكن اي حد بيحصل على كاس مصر على حسب القرعه وطريقه فين، برضو البطوله ديت وسط بين الاثنين فممكن يحصل فيها مفاجآت كتير.